السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين الكرام، وأسعد الله صباحكم في هذا اليوم الجميل. الآن نحن على وشك أو فعلا قاعدين نصب الأعمدة كما ترون هنا. الآن هذا الهزاز الديناميكي وهذا الصب هنا الجميل، وهنا الأعمدة كلها ما شاء الله موجودة جاهزة للصب. هذه الطريقة. الآن راح أعطيكم بإيجاز، لكن راح أوريكم الأعمدة، راح أعطيكم بإيجاز شو اللي حصل، ليش جبنا الكرين ما جبنا البم، أشياء تحتاج إلى تعليق. هذا هو الآن يصب العمود بالكامل مع الهزاز. الضرب احتياط مع الهز الديناميكي، الضرب احتياط لإخراج الفقاعات والهواء. لذلك الآن نحن على قدم وساق إن شاء الله. طلعت الكمية للأعمدة ما تتجاوز 17 متر مكعب، لذلك الشركة أي شركة خرسانة جاهزة لازم يكون عندك، مثلا عشان أطلع البمب مجانا لك لازم 25 متر مكعب وفوق. لذلك الأعمدة هنا في الدور الأرضي كانت أقل من 25 متر مكعب، اللي هي 17 متر مكعب. لذلك كان لزام على المقاول أنه يجيب الكرين ويصب الأعمدة، يكون على حساب الكرين، يكون على حسابه. لكن عشان تبي البمب مجاني لصب الأعمدة لازم 25 متر مكعب وانت رايح. هذا باختصار. والآن راح نوريكم يعني بعض المقاطع الجميلة استخدام الهزاز الديناميكي عساس تكون الخرسانة متجانسة وبدون فقاعات. استخدام الهزاز الديناميكي تلاحظون الهزاز لما يحطه من الخارج قاعد يصير تجانس ممتاز ويمنع حدود تعشيش وفراغات. أرجو مشاهدة ممتعة. لا ننسى يا اخوان الاشاير هني لازم اذا 16 ملي تضربها ب 60 يطلع لك 96 سنتي، فالحديد هذا التسريح لازم يكون مكشوف 96 سنتي صافي بعد عمل السقف. فلذلك هذا هني مبين واضح اكثر من متر، فلو قلنا السقف راح يكون 17 سنتي راح يطلع لنا صافي 96 سنتي. هذه الأشاير كلها تشوفونها أشاير، يعني الصياخ الحديد أو حديد التسليح يكون مكشوف، لازم صافي بعد السقف 96 سنتي. كلها تشوفونها هذه الطريقة الصحيحة.
إذا صار أقل من 96 أكثر، إذا صار بعد صب السقف أقل من 96 سنتي هذا مخالف لقانون الهندسة ولازم يحاسب المقاول على الشيء هذا. لذلك الغالب في الأعمدة 16 ملي، ف 16 ملي تضربه ب 60 يطلع لك 96 سنتي، هذه لازم تكون مكشوفة 96 سنتي وزيد عليها زيادة أساس السقف يمكن. وهذا هو المشهد الآن. وفي تحذيرات بالنسبة لصاحب القسيمة، يفضل أنه ما يكون تحت البم، لازم يكون بعيد عن البم، لأن لا سمح الله صارت وحصلت حوادث أن البم سقط على العمال وعلى المساعدين، والحمد لله نجا بإعجوبة وكانت الحادثة مرت بسلام. لذلك يفضل أنك تكون بعيد عن مكان البم عشان ما يطيح على راسك لا سمح الله، وبعيد عن صب الأعمدة عشان مع الهزاز الديناميكي ما يطير عليك الصلبوخ أو يدمر عليك ملابسك. لذلك أنا بعيد جدا وأراقب الأعمدة، فإجراءات السلامة والوقاية ضرورية يا أخوان. المسألة صعبة، وأيضا وجود بعض الزراجين في الأعمدة ربما يعني ضروري تواجد صاحب القسيمة حتى يتأكد من استخدام الهزاز الديناميكي بشكل صحيح، وإن شاء الله الثقة لا زالت موجودة. وها هنا الأحداث أول بأول. مشاهدة ممتعة مع المهندس.